أحسن الله إليكم. يسأل يقول: سماحة الوالد، أنا شاب مستقيم ولله الحمد، وابتليت بحب النظر إلى الحرام، ومع ذلك أجاهد نفسي كثيرا، ولكن الشيطان يغلبني، فما نصيحتك وتوجيهك لي في هذا المرض؟ نصيحتي لك أن تقرأ سورة النور: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. الله قدم الرجال على النساء في هذا الأمر، والنظر هو بريد القلب ورسوله يأتي له بالصور، كما أن الأذن بريد القلب، إلا أن العين أكبر خطراً. كيف يفعل؟ يتجنب الشخص الأماكن التي تتجمع فيها النساء، وإذا ابتلي وغض بصره وعود نفسه غض البصر. الله جل وعلا عندما أمر بهذه الأمر وجه رسوله بأن يأمر الرجال بغض البصر، ووجه النساء وجه رسوله بأن يأمر النساء بغض البصر. يعلم أن الناس يصادفون أوقاتا يجدون أن الأمر لهم آثار بالغة على القلب، فهذا خطاب موجه لكل مسلم يغض بصره ويجتهد في ذلك ويحرص على بقدر ما يستطيع أن يغير المنكر إذا وجده، ويستطيع أن لا يخشى كثيرا من المجتمعات. لو فكر الواحد في حاجاته في السوق ولوجد أنه يحتاج إلى جزء قليل في اليوم الواحد، إن كان يحتاج إلى في كل يوم، إذن لا يذهب إلى الأسواق إلا في حال لقضاء تلك الحاجة. يمكن يقول في المطاف والمسعى، إما أن يحرص على أن يأتي في الوقت الذي كل ازدحام فيه ولا كثرة التجمع، وإذا كان يعرف أنه يؤثر عليه النظر فليقلل من الذهاب إلى الطواف والسعي. الله ما أوجب علينا الحج في العمر إلا مرة واحدة، يعيش الواحد 100 سنة في صحة وعافية، ما يلزمه أن يحج إلا مرة واحدة في طول مدة بقائه بعد الاحتلام، ولتكن 90 سنة. إذن يعود نفسه القدرة على غلبة نفسه في إلزامها بغض البصر. نعم.